قبل بدء الثورة الليبية كانت العلاقات الليبية القطرية في أحسن حال، أو هكذا كان يبدو، ولكن في الحقيقة أن العلاقات بين الدولتين كانت سيئة جدا، وكان بين النظام القطري والليبي ما صنع الحداد. طالين منكم عشان كان يشوف فيكم، بارك الله فيكم يا أخوتنا في قطر، بارك الله فيكم يا أخوتنا في قطر. هذه آخرتها، هذا الماء والملح اللي بيننا وبينكم، هذا الدم والأخوة اللي بيننا وبينكم. تزوروا في كل شيء علينا، بدل ما تكونوا معانا تكونوا ضدنا. لمصلحة من؟ بالله لمصلحة من؟ فما إن بدأت الثورة الليبية حتى جيشت قطر كل وسائل الإعلام وعلى رأسهم الجزيرة للتحريض على القذافي. ففي مقابلة له مع الإعلام الكويتي عمار تقي، كشف رئيس وزراء ووزير خارجية قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني عن خداع النظام الليبي السابق بزعامة معمر القذافي للدوحة، حيث قال إن مسؤولين ليبيين طلبوا من فرنسا إبان حقبة نيكولا ساركوزي مبلغ 480 مليون دولار في نهاية المفاوضات حول إطلاق سراح الممرضات البلغاريات. وذكر بن جاسم أن المسؤولين الليبيين زعموا أنهم يريدون إظهار شيك بالمبلغ أمام القذافي فقط، ومن ثم فإنهم سيعيدونه دون نقصان بعد 72 ساعة فقط. وأوضح أن الجانب الفرنسي طلب من الدوحة توفير هذا المبلغ لصعوبة إخراجه من باريس، وكان وقتها بن جاسم في إجازة صيفية بمدينة كان بفرنسا، وقد أبدى استعداداً للأمر، وهو ما حدث بالفعل. وبحسب بن جاسم فإن الجانب الليبي خدع القطريين وصرف الشيك كاملاً، ومن ثم بدأ بالتسويف بإعادته قبل أن يتحدث عن السماح لقطر بالاستثمار في مناطق وأراض ليبية مقابل هذا المبلغ. وقد تابع بن جاسم كلامه قائلاً: شعرت حينها أنه ضحك علينا. وبحسب بن جاسم فإن تلك الفترة شهدت أيضاً خداع نظام القذافي للإمارات بمبلغ مشابه. وكانت قطر نجحت بالوساطة بين ليبيا وبلغاريا، وأتمت صفقة خرجت بموجبها ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني بعد 8 سنوات قضوها في السجن، وذلك عام 2007. وقد كانت الممرضات البلغاريات 5 والطبيب الفلسطيني الذي تم منحه الجنسية البلغارية لاحقاً حوكموا في ليبيا بتهمة نقل فيروس الإيدز عمداً إلى 450 طفلاً ليبياً، ليصدر بحقهم حكماً بالإعدام ويتم تخفيف الحكم لاحقاً إلى السجن مدى الحياة. وشمل الاتفاق إنشاء الصندوق الليبي من أجل الأطفال المصابين بالإيدز الذي ساهمت فيه قطر والتشيك، وقام الصندوق بصرف 1 مليون دولار أمريكي لعائلة كل طفل من المصابين، فضلاً عن تعهد فرنسا بتجهيز مستشفى بنغازي وتدريب طاقمه لمدة 5 أعوام، بالإضافة إلى تدريب 50 طبيباً آخرين. برأيك ما هو السر الذي جعل القذافي يستحوذ على أموال القطريين ويرفض إعادتها لهم؟ شاركنا رأيك في التعليقات.